المسؤولين الفنلنديون على أنهم يريدون أن يدرسوا الانضمام للناتو، قام السياسيون من عندنا بذكر أن هذا الأمر مرفوض وأنهم سوف يقومون باستخدام كافة الطرق على الحدود مع فنلندا لحماية أمنهم القومي. هذا لا يشكل تهديدا ولكنه إقرار للواقع، لأن فنلندا حينما تفكر في الانضمام للناتو يجب أن نحمي مصالحنا. الناتو مرة أخرى إنها منظمة تهدد الأمن القومي الروسي وتشكل تهديدا على أمننا القومي. على هذا الأساس، هل لاحظتم أي قوة للناتو أو أن الناتو قام بأي عمل مفيد في الآونة الأخيرة؟ يعني هل لاحظتم كيف كان مهددا أو كيف كان فاعلا أو متفاعلا في الفترة الأخيرة؟ أنت تقول في أنه لا يشكل تهديداً، لكننا أقول أنه في 49 في عام 49 تم إنشاؤه ليشكل تهديداً على الاتحاد السوفيتي. مبادئه لم تتغير منذ تأسيسه وحتى الآن، الوضع يزداد سوءاً. على مدى 30 عاماً الماضية الحلف لم يحافظ على حدوده، ولكنه يقترب أكثر وأكثر من الحدود الروسية. ضم بولندا والتشيك والمجر والآن دول البلطيق. أنا لم أقترب من الناتو، أنا لا أشكل تهديداً له، لكنه يتوسع شرقاً تجاه الحدود الروسية ليشكل تهديداً مباشراً لي.